نريد أن نعرف محاورتنا كانت تقريبا كما تعرفون الابتعاد عن السياسة قليلا، لكن السياسة لا بد منها. يعني نتحدث عن زيارتكم لمجموعة من دول الجوار التي قمتم بها، برأيكم ما هي انطباعاتكم عن العلاقات العراقية مع هذه الدول التي أنتم زرتمها، وما هي الآليات التي يجب الارتقاء بهذه العلاقات؟ أولا السياسة لا بد منها، لا بد منها، لكن يجب تقديم الدين على السياسة. لا تسيس الدين لكن اجعل من السياسة دينية، ولا إذا قدمت السياسة على الدين كنت علمانيا حبيبي. المهم، فثانيا لم أقصد بزيارتي هذه السياسة، فهذا سؤالك ديني إن شاء الله وليس سياسي. حقيقة كانت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبتوفيقات الحج، لأن أنا خرجت لحج بيت الله الحرام، لم أخرج للزيارة ويشهد الله على ذلك، وإنما كانت خطط آنية وغير مستقبل، غير ماضية لو صح التعبير، بس للمستقبل المنظور. بعد قيامنا بالحج وجدت من المصلحة أنه، لأن أنا خروجي صعب من العراق، فبعد ما خرجت قلت أحقق الهدف وهو زيارة دول الجوار، فزرت بعض من الدول الجوار، وأقدر أستطيع أنه أقول يوجد نسبة من النجاح لكنها ضعيفة جدا. فالدول العربية كما تسمونها عندها نظرة خاصة عن الشعب العراقي وعن التشيع في ومذهب أمير المؤمنين في العراق، يتخوفون كثيرا منه، يتصورونه سيكون معاديا لهم، لكن حبيبي ما فد يومكم، احنا قاومنا المحتل كثيرا، لم نمد أيدينا ضد أي سني أو شيعي مدني، وإنما كان هدفنا الرئيسي هو المحتل فقط لا أكثر ولا أقل. فهذا الخوف مما؟ ألا يخافون الإرهابيين ويخافون التشيع حبيبي؟ هذا شيء صعب التخيل لكنه هو كذلك، يخاف من التشيع في العراق، لكنها إن شاء الله مذهب أمير المؤمنين هو الحق وهو الذي يعلو، والحق يعلو ولا يعلى عليه. أنا ما أريد أطول في شرحي إلى زيارات الدول العربية، لكنها إن شاء الله كانت دينية أكثر مما كونها سياسية، لأنه على الصعيد السياسي حقيقة كانت هناك نوع من أنواع الفشل. أخير شيء حاولنا أنه نقرب ما بين وجهات النظر ما بين سوريا والعراق، أيضا مثلا شنو ما صار على أنه تنفتح قنصلية أو سفارة، لأنه وجدت السفارة العراقية في سوريا عليها علم أمريكي حبيبي مع شديد الأسف، وهذه الطامة الكبرى، فشالتنا الحمية حبيبي. أنا خلي العلم العراقي، العراقيين رفضوا كانما مع شديد أسف يتشرفون بالعلم العراقي ولا بالعلم الأمريكي، ولا يتشرفون بالعلم العراقي، لكن لا، إن شاء الله علم العراق هو الحق، فهو الذي يعلو فوق منابرنا وبناياتنا.